السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نوريكم جميع طرق إزالة شعر الجسم الموجودة في العالم، ونتمنى ما نكونش نسيت شي طريقة. فإذا الفيديو غادي يكون طويل، نصحكم تبعوه من البداية للنهاية لأنه غيكون مليء بالمعلومات المفيدة جدا. يلا نبدأ. أول طريقة غنتكلم عليها، واللي هي أحدث طريقة أو آخر طريقة ظهرت في السنوات الأخيرة، واللي هي إزالة الشعر باستعمال الواكس. هذا هو شكلها، كتكون في علب أو كتكون في أكياس على حسب الحجم. كاين 100 غرام، 200 غرام، 500 غرام، حتى الكيلو. متوفرة في الأسواق، فيها الكثير من الألوان. اللون هو فقط عنده علاقة بالعطر، مثلا هذه لونها بنفسجي فهي بعطر الخزامة. كندوبوا هاد الحبوب هذه حتى كنحصلوا على واحد السائل. كاينة آلة خاصة بتدويب حبوب الواكس، لو ما كانتش متوفر عندكم ممكن تدوبوه في أي حاجة يعني من المطبخ، ولكن من بعد غادي تخصصوا هذيك الحاجة فقط للواكس، يعني ما تستعملوهاش في المطبخ مرة أخرى. عندي لكم واحد طريقة أخرى اقتصادية وجد ذكية. هذه هي الطريقة، ممكن تستعملوا أي علبة حديدية، يعني هذه علبة السردين أو علبة الذرة مثلا، استعملوها فقط مرة واحدة ومن بعد رميوها. من بعد ما كيذوبوا هاد الحبيبات فهي كتذوب بسرعه، بمجرد ما تعرض الحراره كتذوب. كناخذوا ها هو، كناخذوا هاد الاعواد. هذا صراحه عود المثلجات، وكيتباع كذلك عند محلات بيع مكياج او بيع الواكس، كيكون ايضا في علبه، وكيكون كذلك في الصيدليه، غير هو كيكون حجمه كبر من هذا. متوفر كذلك في الصيدلية لأنه كيستعملوه الأطباء، يعني كيفتحوا به حلق المريض. فمن بعد ما كتذوب هاد الحبيبات كناخدو هذاك السائل بهاد العود، ثم كنوضعوه في المنطقة اللي فيها الشعر، وكنخليوه بضع ثواني، يعني فقط يجمد، ما كنخليوش يجمد ولكن غير شوية. وفي النهاية كنرفعو هاد الجزء اللي كاين في النهاية، ومن بعد فقط باستعمال اليد، وممكن تخليو هاد العصا هكذا، هاد العود عفوا، ومن بعد كنجرو بواحد الحركة سريعة. فإزالة الشعر كتكون إزالة دقيقة، يعني كيزيل الشعر كبير أو كذلك الشعيرات الصغيرة. الألم فهو صراحة كاين ألم، خصوصا لو أول مرة، كاين صراحة واحد الألم أكثر من ألم الحلاوة، ممكن مع الوقت تعودوا عليه، ولكن صراحة أغلبية كيقولوا بدون ألم، ولكن من تجربتي كاين ألم. فإزالة الشعر كتكون من الجذور، وبالتالي الشعر كياخد وقت، يعني تقريبا 3 أسابيع عاد كيبدأ يبان. كنصحكم أنكم تستعملوا الواكس بمساعدة شخص يكون خبير، لأنكم ممكن تحرقوا يعني البشرة ممكن تحرقوها لو قمتوا بهذه العملية بوحدكم وما عندكمش يعني خبرة مسبقة. من الأحسن يعني تستعملوه في الصالون عند شخص خبير. حاجة أخرى غنتكلم عليها وهي التكلفة. بالنسبة لي شخصيا أنا كنعتبر هذه الطريقة هذه مكلفة، لأنه الواكس صراحة غالي، كمية قليلة. أنا مثلا هاد نصف العلبة هذه خديتها تقريبا ب20 درهم، يعني هذه يعني شحال فيها تقريبا 100 غرام، صراحة ثمنها غالي. عاد لو شريتي آلة تدويب الواكس وشريتي هاد الأعواد يعني الموضوع غادي يكون غالي، فما أدراك لو قمتي به في الصالون فكذلك غيكون غالي. كياخد وقت أثناء إزالة الشعر، يعني ماشي طريقة سريعة. بالنسبة للأشخاص اللي كيكونوا مستعجلين ما نصحهمش بالواكس، كاينين طرق أخرى، فهذا محتاج الوقت.
بالنسبة للسلبيات، سبق لي وذكرت لكم أنه لو كانت ساخنة جدا ممكن تحرق لكم البشرة. حاجة أخرى أنه احتمال كبير أن الشعر ينمو تحت الجلد. هذا فيما يخص الواكس. ننتقل الآن لطريقة أخرى. طريقة أخرى اللي غنتكلم لكم عليها إزالة الشعر باستعمال بودرة إزالة الشعر. سبق لي ونزلت فيديو تقريبا شي 3 سنوات أو 4 سنوات، وجربت قدامكم هذا الكيس هذا اللي كيحتوي على هذه البودرة. غادي نوضع لكم الرابط في الأسفل حتى تشوفوا طريقة استخدامها بالتفصيل وتشوفوا كذلك النتيجة. الآن فقط غنعطيكم واحد الفكرة سريعة. هذا الكيس كيحتوي على بودرة بيضاء، وكيحتوي كذلك على عود بهذا الشكل هذا. بكل بساطة كتاخدي محتوى العلبة وكتضيفي ليه الماء حتى كتحصلي على واحد العجين، ومن بعد كتوضعيها على المكان. بالنسبة لي ممكن تستعملوها لأي منطقة في الجسم، سواء الوجه، المنطقة الحساسة، الإبط، الرجلين، اليدين، أي منطقة. أنا شخصيا ما شكلت لي أي مشكل. كنوضعو العجين فوق اليد، كنخليه واحد المدة، ومن بعد كنغسلوه بالماء وكيختفي الشعر. هو كيزيل الشعر على سطح الجلد، يعني كتبقى الجذور، ولكن هذا ما كيعنيش انه كينمو بسرعة، لا بالعكس، كياخذ واحد الوقت 4 ايام 5 ايام وكينمو الشعر، يعني كيف الشعر الاول. بعض المرات كيكون الشعر مختلف، يعني كيكون شكله مختلف، لونه مختلف. لا، باستعمال هذه البودرة هذه حجم الشعرة كيبقى هو، سمكها نفسه، لونها نفسه، ما كتسبب أبدا أي ألم. بالنسبة للوقت، هي سريعة، ما كتاخدش الوقت، ممكن تستعملي تقريبا 5 أكياس للجسم بالكامل. بعد 5 دقائق تغسلي الجسم بالكامل، فما كتبقى حتى شعرة. التكلفة، أنا غادي نصنفها تكلفة غالية. الثمن هادي تقريبا، هاد الكيس هذا 13 درهم. هذا ممكن يصلح فقط لواحد الرجل، يعني لو بغيتي رجلين واليدين فغادي يكون يعني الثمن شوية مكلف، ولكن الحاجة اللي زوينة فيها أنها كتخلي البشرة ناعمة، وكتخلي فيها واحد الرائحة رائعة، لأن هاد البودرة على عكس باقي مواد إزالة الشعر كتكون فيها واحد الرائحة كيماوية كريهة. لا، هاد الطريقة هادي أو هاد البودرة فكتكون فيها واحد الرائحة جميلة، وكتخلي كذلك المنطقة كأنك درتي لها الطالك، كتكون ناعمة وملسة. ممكن تقومي بها، ماشي ممكن، ولكن غتقومي بها بنفسك بدون حاجة لأي مساعدة، لأنها سهلة جدا، تقومي بها فقط في المنزل من دون حاجة الذهاب للصالون. إزالة الشعر كتكون دقيقة، كذلك الشعر اللي كيكون صغير جدا. نصحكم تستعملوها في المناطق اللي ما كتحملوش فيها الألم، على حسب كل وحدة والمنطقة اللي ما كتقدرش تحمل فيها الألم، هذه تصلح لكم. هذا فيما يخص بودرة إزالة الشعر. ننتقل لطريقة أخرى. طريقة أخرى لإزالة الشعر هي باستعمال الحلاوة الساخنة. الحلاوة الساخنة ممكن تحضروها في البيت. سبق لي وحضرتها، صورت فيديو نزلته في القناة وغنوضع لكم الرابط في الأسفل. ولكن هذه الحلاوة ممكن تنجح أو ممكن ما تنجحش، لأنها محتاجة مقادير دقيقة، وكذلك طريقة التحضير تكون دقيقة جدا. ولكن هي متوفرة في الأسواق بهذا الشكل هذا، كتكون في هذه العبوة على هذا الشكل مستطيل بألوان مختلفة. هذه أخضر بالأفوكا، ويعني اللون صراحة ماشي مهم بالنسبة لي، أنا اللون فقط شيء اختياري. وهنا كتكون هاد الأسطوانة هذه المتحركة هذا الشكل هذا، كتشوفوا كتحرك. طريقة استعمال، محتاجين تذويب الحلاوة، فهي كاينة الداخل باردة وجامدة. كاينة آلة خاصة لتذويب هذا النوع من الحلاوة، أنا وضع لكم الصورة هنا.
لو ما كانتش متوفرة عندكم هاد الآلة، ممكن تاخدوا أي حاجة من المطبخ ووضعوا فيها الماء ووضعوا فيها هاد العبوة هادي أو هاد المستطيل هذا، من غير ما توصلوا الماء لهنا، لأنه ممكن يدخل، ونتابعهم اللي يكون كيغلي. من بعد ما تذوب الحلاوة بكل بساطة كتخرج لينا من هاد الجهة هادي، فكنجيو المكان اللي فيه الشعر وكنقوم بهاد العملية، فتلقائيا الحلاوة كتخرج واحد الطبقة رقيقة جدا. من بعد كناخدو او احنا بحاجة لورق الحلاوة، هذا هو شكل الورق، متوفر في محلات بيع المكياج، علبة فيها 100 قطعة ب30 درهم. كناخد هذا الورق وكنوضعه على مكان الحلاوة، نطبطب عليه حتى نتأكد أنه ملتصق بالحلاوة، من بعد كنجر بطريقة سريعة. هذه الطريقة كتسبب واحد الألم، ولكن ألم خفيف، ومع الوقت كتعودوا. إزالة الشعر كتكون من الجذور، وبالتالي فهو كياخد وقت طويل قبل النمو، تقريبا 3 أسابيع أو 4 أسابيع على حسب هرمونات كل شخص. نمو الشعر عنده علاقة بالهرمونات، يعني ما يمكنش نحكمه على الجميع. إزالة الشعر كتكون دقيقة، سواء شعر كان كبير أو صغير، يعني أي شعر كانت عليه الحلاوة فهو كيتجر كذلك. بالنسبة للتكلفة، أنا ما كنعتبرهاش تكلفة غالية لو كنتي غتقومي بها بنفسك، لأن الورق متوفر واقتصادي، هذه كذلك اقتصادية، ثمنها اقتصادي، وممكن تستعمليها أكثر من مرة، يعني من بعد ما تكملي احتفظي بها، كيجمد، ممكن تستعمليها مرة أخرى، ممكن تذوبيها مرة أخرى وتستعمليها. اقتصادية لو انتي غتستعمليها، ولكن هاد الطريقة من الأحسن يساعدك شخص اللي عنده خبرة. أي طريقة، انتبهوا، أي طريقة كتسبب لك ألم، من الأحسن شخص آخر يكون خبير هو اللي يقوم بهذه العملية، لأنه مستحيل مع الألم يعني تجيبي شي نتيجة، أو أنك تقوم بإزالة الشعر بطريقة صحيحة، هذه حاجة مستحيلة. لو عملتيها في الصالون فكنظن أنها غتكون شوية مكلفة، لأنه على حسب المكان، على حسب المنطقة، واش الجسم بالكامل أو اليدين أو بالنسبة للسلبيات، احتمال كبير لنمو الشعر تحت الجلد، هذه هي الحاجة الوحيدة اللي بالنسبة لي أنا بين سلبيات الحلاوة، ولكن على العموم هي حاجة مزيانة واقتصادية، غير أنها كتاخد وقت. يعني تخيلوا أن يعني كل شوية هتزيلي فقط الشعر، تقريبا هذه شحال فيها، 20 على 5 سنتيم، فالجسم بالكامل غادي تاخد لكم صراحة الوقت. هذا فيما يخص إزالة الشعر باستعمال حلاوة ساخنة. الآن ندوزو لطريقة أخرى، تقنية أخرى من تقنيات إزالة الشعر، هي باستعمال النتاف أو الملقط. هي باستعمال النتاف، فهو هذا هو شكل النتاف، واحد الآلة حديدية صغيرة جدا، هذه صراحة كنستعملوها فقط للأماكن الصغيرة، يعني شي أماكن محددة اللي كنبغيو يعني نزيلو شعرة بشعرة، مثلا الحجبان، مثلا الرموش، بعض المرات الرموش كتكون داخل العين، يعني كتكون شي رمشة، كتكون يعني النمو تاعها عوجة. كيستعملوها كذلك الشعر اللي كيكون في الأنف، الشعر اللي كيكون في الأذن، طبعا هذا بالنسبة للرجال. بالنسبة للنتاف، هو دقيق جدا، يعني ممكن يزيل لكم مزغبة، كاين ألم، كيسبب ألم اقتصادي جدا، لأنه النتاف ممكن واحد يبقى معك حياتك كلها. إزالة الشعر كتكون من الجذور، كنصح به استعماله فقط في مناطق صغيرة صراحة، ما كنظنش، تخيلوا معايا إزالة شعر الرجلين باستعمال النتاف، صراحة ممكن يخدم لكم أسبوع كامل وما تكملوش.
بالنسبة لنمو الشعر من بعد ما كنزيلوه بالنتافة وكياخد وقت، لأنه كنزيلوه من الجذور، بما أننا كنستعمله فقط في الأماكن الصغيرة فهو كيكون سريع، ما كياخدش منا وقت طويل. هذا فيما يتعلق بالنتاف أو الملقط. الآن ندوز لطريقة أخرى لإزالة الشعر. طريقة أخرى هي إزالة الشعر باستعمال الحلاوة، ولكن هذه المرة الحلاوة الباردة أو شرائح الحلاوة الباردة. نتكلم لكم في هذه بعدا، نتكلم لكم على هذه فيت. هذه راه مشهورة وغنية عن التعريف، خصصت لها واحد الفيديو كذلك، هنوضعه في صندوق الوصف. كاينين هادو أرخص منهم، هادو ماركة مادونا، قرب لكم. هذه بالنعناع وهذه بالشوكولات. اما هادو كيف كتلاحظوا، هادو شريتهم من موقع علي اكسبريس، وصلوني فقط مؤخرا. فبالنسبه لشرائح الشمع البارده كتكون على هذا الشكل، هذا كتكون شريحه واحده كتحتوي على قطعتين، كنفتحوهم بهذه الطريقه، كتكون كتحتوي على واحد طبقة رقيقة جدا من الحلاوة. ولكن قبل ما نفتحوهم ضروري نسخنوهم بهذه الطريقة، لأنهم كيكونوا باردين، وكاين بعض الأنواع اللي ما محتاجينش أننا ندفيوهم. ومن بعد كنوضعوهم على اليد ونجرو وكنقوموا بإزالة الشعر. بالنسبة للطريقة بالتفصيل هنوضع لكم في الأسفل جوج فيديوهات تشوفوا الطريقة. نتكلموا عليها الآن. بالنسبة للثمن فهو بالنسبة لي أنا مكلف. لو بغيتي تستعمليها لمناطق كبيرة من الجسم فممكن علبة واحدة ما تكفيكش، لأنه هاد الشريحة كتستعمليها مرة واحدة فقط، يمكنش ترجعيها تستعمليها مرة أخرى. إزالة الشعر كتكون دقيقة، أي مكان وضعتي فوق الشريحة فكيحيد منه الشعر. الشعر كتم إزالته من الجذور، وبالتالي كياخد وقت طويل قبل النمو. كتصلح الأماكن الكبيرة وكذلك الأماكن الصغيرة، مثلا هنا شنب، الإبط، الجبهة، مثلا أماكن سواء كبيرة أو صغيرة كتحكمي بها، كتقطعيها بالمقص وكتحكمي. ممكن تستعمليها بنفسك من غير حاجة للمساعدة، لو كانت مساعدة يكون أحسن، يعني حتى تحصلي على النتيجة، لأنها كتسبب ألم، ولكن ألم اللي ممكن تحمليه. بالنسبة للوقت، لو كان المكان صغير ما كتاخدش وقت كبير أبدا، بمجرد ما كتوضعيها كتزيليها. أما لو كان جسم بالكامل، السيقان واليدين مثلا، فهو طبيعة الحال كياخد وقت طويل. بالنسبة للسلبيات، بعد استعمالها احتمال كبير انه ما عارفين، دائما كنقول احتمال كبير نمو الشعر تحت الجلد. انا كنتكلم لكم عن تجربه، فلي لاحظت انه اي حاجه، يعني كيفاش نشرح لكم، يعني من بعد ما كنوضعوا الحلاوه على الجلد وكنجروا، فاحنا كنزيلوا كذلك واحد طبقه سميكه من الجلد الميت، فهذاك الجلد كيتجدد، وبالتالي الشعرة ملي كتنوض كتنوض تحت هذيك الطبقة من الجلد. فأنا يعني هذا استنتاج شخصي، كنظن أن هذا هو سبب نمو الشعر تحت الجلد. فكنصيحة قبل إزالة الشعر أننا كنقوم بتقشير البشرة، يعني كنقوم بإزالة هذيك الخلايا أو هذيك الطبقات الميتة. وحتى من بعد إزالة الشعر، يعني من بعد يومين أو ثلاثة أيام كذلك، كنقوم بتقشير إزالة هذاك الجلد، المنع ابدا، يعني شي جلد انه يمنع الشعرة انها تخرج للاعلى. فهذا كيكون طبقة سميكة من الخلايا الميتة اللي احنا ممكن تحكموا فيها. ممكن كذلك تسبب بعض تهيج، بعض احمرار المكان، خصوصا لو استعملناه اول مرة. ولكن على العموم كتبقى هذه واحد الطريقة اللي هي سهلة جدا ومفيدة، وكتعطينا واحد النتائج رائعة. ننتقل لطريقة أخرى. طريقة أخرى وممكن تستغربوا، ولكن أنا شخصيا كنعتبرها من بين طرق إزالة الشعر، هو صراحة ماشي إزالة الشعر ولكن إخفاء الشعر عن طريق تغيير اللون.
هذا ما عرفش صراحة شو سميتو، حنا كنسميوه ديكاباج، كنظن انه اسمه الماء اكسجيني. المهم انا ما غاديش ناكد هذه المعلومة او نفيها، ولكن هاد المادتين، هذه سائلة عبارة عن مادة سائلة فيها واحد الريحة قوية، ها هو شكل المادة، كيكون لونها تقريبا اخضر او ازرق، وكتكون معاها هذه اللي على شكل بودرة كذلك، فهي فيها واحد الرائحة صراحة قوية ولونها ازرق بهذه الطريقة. فهاد المواد كندمجوهم مع بعضهم، ومن بعد كنوضعوهم في المكان اللي باغيين انه الشعر يختفي. هذه كتصلح للشعر اللي كيكون رقيق، ماشي مهم الطول حتى لو كان طويل، ولكن كيكون رقيق. كيصلح للفتيات اللي عندهم البشرة مثلا بشرة بيضاء، لأنه كيتغير لون الشعر للون الأشقر أو الذهبي، وبالتالي فهو كيصبح غير مرئي. أما ما ننصحش بهم الفتيات اللي عندهم بشرة سمراء، لأنه الشعر ذهبي والبشرة سمراء بالعكس كيبان أكثر. فإذا كندمجوا هاد المكونات مع بعضهم، ومن بعد كنوضعوهم على المكان. انا صراحه كنت كنوضعهم لليدين، لاني ما كنتش كنزيل الشعر مؤخرا، حيد الشعر باستعمال الحلاوه البارده، ولكن قبل كنت كنستعمل هاد الطريقه، وكنساه يعني مده شهرين 3 شهور، يعني ما كنتبهش، كنسى اصلا موضوع الشعر، يعني كيتختفي تماما. هاد الطريقه كيستعملوها، هي عمليه تشقير، كيستعملوها كذلك الحواجب. بالنسبة لهاد السائل، هذا فيه 90% كيتستعمل الجسم. بعض الفتيات كيستعملوه كذلك لإخفاء شعر الوجه، كاين 6%، يعني التركيز ديالو أقل. الوجه كنستعملو فقط هاد الماء، أما الجسم فكنستعملو الماء والبودرة. ولكن انتبهوا، فهادو مواد كيماوية خاصة بصباغة الشعر وليس البشرة، فاحتمال كبير انها تسبب لكم تهيجات، تقرحات، حبوب، حكة، يعني توقعوا اي حاجة. لو كانت عندكم بشرة حساسة، من الاحسن تجنبوا هذه الطريقة، رغم انها طريقة يعني رائعة جدا، ولكن مصلحتكم قبل كل شيء. بعض الفتيات كيستعملوها كذلك لتفتيح لون البشرة، صراحة ما ننصحكمش بها، انا غنتكلم عليها فقط كطريقه لاخفاء الشعر وليس ازاله الشعر. بالنسبه لازاله الشعر، ما كتزيلوش ولكن كتخفيه، يعني الشعر كيبقى مده ظهور الشعر او رجوع اللون الاصلي للشعر كياخذ مده طويله، سريع في الاستعمال، النتيجه كتحصلي عليها بسرعه. ممكن توضعي الجسم بالكامل، خليه فقط 10 دقائق، غسلي الجسم بالماء، كيختفي تماما الشعر. الالم ما كاينش ابدا اي الم، ما عدا لو هذيك المنطقه كانت فيها شي جرحه، فهو كيسبب واحد الالم فظيع، يعني كانك كتعصري الحامض فوق جرح مفتوح. لو كان عندك جرح في منطقه، ما تستعمليش هذه الطريقه، تكلفه رخيصه جدا، هذا ثمنه 5 دراهم، هذا 5 دراهم، وممكن تستعمليهم اكثر من مره. يعني انا تقريبا استعملته اكثر من مره، ومازال نصف القنينه مازال عندي. والان نمر لطريقه اخرى، طريقه اخرى لازاله الشعر، وكذلك هذه الطريقه فهي مجربه مني شخصيا، هي ازاله الشعر باستعمال المرهم او كريم ازاله الشعر. كيكون في عبوات بهذا الشكل، هذا بكل بساطة كتوضعيه، كتفتحي طبعا الحال نفتحو على وكتوضعيه في المكان اللي فيه الشعر، ومن بعد ها انتم شو كيخرج، من بعد مدة يعني على حسب المعلومات اللي كيكونوا مكتوبين في الورقة، كتغسليه وكيختفي الشعر. إزالة الشعر كتكون بطريقة سطحية، النمو كيكون يعني تقريبا بعد يومين أو 3 أيام كيبدأ في النمو، في ظهور يعني شوية من الشعر. بالنسبة للألم، ما كاين أبدا أي ألم، ممكن تستعمليها بنفسك، ما محتاجش أبدا أي مساعدة. دقيقة في إزالة الشعر سواء كبير أو صغير،
يعني اي مكان وضعتي فيه هذا الكريم هذا انتبهي توضعيه على الحواجب لانه مشاو. بالنسبة للتكلفة، انا بالنسبة لي شخصيا لو استعملتي على المناطق صغيرة، انا شخصيا كنستعمل فقط هنا، فكياخد ليك وقت طويل، مدة طويلة زعما. لو كنتي كتستعمليه مثلا على اليدين، رجلين، الجسم بالكامل، فهو شوية مكلف لانه هتستعمليه عبوة واحدة مرة واحدة، وهو سريع النمو، فاذا كل 4 ايام محتاجة العلبة. نصحكم انكم تستعملوا الكريم فقط في مناطق صغيرة لانه هو كيبقى مادة كيماوية وعندها سلبيات، ممكن تسبب لكم احمرار، حكة، حبوب، يعني ألم في هذيك المنطقة، يعني من بعد ما كتزيلي بطبيعة الحال ماشي قبل، كتخلي لك واحد الحكة، واحد الاحمرار، ممكن حبوب، يعني تبان واحد الحبوب فقط في البداية. هذا فيما يخص كريم إزالة الشعر. ولكن كيبقى واحد يعني الحاجة مزيانة بالنسبة للفتيات اللي ما كيتحملوش الألم. بالنسبة لمنطقة المنطقة الحساسة، ما ننصحكمش تستعملوا الكريم حتى تأكدوا أنه فعلا كيصلح المناطق الحساسة، لأنه أغلبها ما كتصلحش، كتكون فيها مكتوبة هنايا فقط رجلين، اليدين أو الوجه، هنا مكتوبة فيزاج ولكن ما ننصحكمش بها للوجه. اليدين، الرجلين، اوكي انا معكم، ولكن المناطق الحساسه والوجه ما ننصحكمش تستعملوا ابدا الكريم، لانه حتى لو ما اثرش على الشعر ممكن ياثر لكم على البشره، يعني بحاله بحال هاد الماده هادي، جوجهم مواد كيماويه وعندهم خطوره على البشره. هذا فيما يخص كريم ازاله الشعر. ننتقل لطريقه اخرى، طريقة أخرى لإزالة الشعر، هذه طريقة أقدم طريقة باستعمال المقص. ممكن كتستغربوا، أو إزالة الشعر باستعمال مقص؟ انتبهوا، المقص حتى هو من بين تقنيات إزالة الشعر، سواء إزالة جزئية يعني فقط جزء من الشعرة، أو من على سطح الجلد، فلو تحكمنا فيه ممكن نزيله الشعر على سطح الجلد. كيستعملوه بكثرة الرجال بالنسبة للحية، وكذلك الشعر اللي كيكون خارج من الأنف، خارج من الأذن، ولما لا احنا الفتيات كنستعملوه الحواجب، لو كانت يعني شي شعرة كبيرة طويلة ممكن تستعملوا المقص، اقتصادي جدا، مقص واحد لو حافظتي عليه ممكن يبقى معك حياتك كاملها. ما كاينش ابدا اي الم، نمو كيكون نمو سريع، يعني نمو اعتيادي، لانه كانك ازلتي فقط جزء من الشعره، فالشعره كتنمو عادي كانه حتى شي تغيير ما وقع ليها. ممكن تقومي به بنفسك وممكن بمساعده، يعني على حسب المنطقه. مثلا لو كان الشعر يعني شعر الرأس، فبطبيعة الحال محتاجة تمشي عند الصالون، عند الكوافورة اللي تقوم بهاد العملية. ما كياخدش وقت طويل، بالعكس يعني طق في ثانية ممكن يغير لك شعرك، يغير لك شكلك كله. هذا بالنسبة لطريقة إزالة الشعر باستعمال المقص. نمر الآن لطريقة أخرى، طريقة أخرى واللي هي أشهر طريقة، وأنا متأكدة أن جميع الفتيات في العالم جربوا هذه الطريقة، واللي هي باستعمال موس الحلاقة أو الشفرة. هذه أصلا للرجال، ولكن إحنا النساء كذلك حصلنا على حقنا وعطونا شفرة حلاقة في اللون الوردي. بالنسبة للشفرة، يعني كاين اختلاف فقط في هذا عدد الشفرات، هذه فيها 2، كاين اللي فيها 3، كاين اللي فيها 4. كل ما زاد عدد الشفرات كل ما زاد يعني دقة إزالة الشعر، ممكن تمرريها فقط مرة واحدة. لو غتستعملوها أول مرة، يعني كلامي موجه للفتيات اللي في بداية سن البلوغ، يعني في بداية عالم إزالة الشعر، كنصحهم أنهم ياخذوا اللي فيها شفرة واحدة،
يبداو في البداية شفرة واحدة، لأنه ممكن تسبب جروح خطيرة على البشرة، تسبب نزيف ويبقى أثار. هذا الشيء عن تجربة. بالنسبة للألم، ما كاينش أبدا أي ألم، سريعة جدا ممكن تزيل الشعر الجسم بالكامل. هذا بالنسبة يعني لو كان عندك شي مناسبة وكنتي مستعجلة وما عندكش الوقت للحلاوة أو الواكس أو أي طريقة أخرى، أحسن حاجة غتنفعك هي الشفرة. نستعملوها على المناطق اللي مساحتها كبيرة، مثلا يدين ورجلين. غير هو مشكلتها أن الشعر كينمو بسرعة، يعني ممكن خلال 24 ساعة فقط تستمتعي بحلاقة فقط 24 ساعة الأولى. من بعد ثاني يوم غادي يبدأ الشعر بالظهور وغترافقه كذلك حبوب، ممكن ينمو تحت الجلد وممكن تسبب سواد لهذيك المنطقة، يعني على المدى البعيد مع تكرار الاستعمال. لو استعملتيها مرة جوج ثلاثة ما غاديش تسبب سواد، ولكن المداومة يعني على المدى البعيد بسبب الاحتكاك اللي كيكون ما بين الشفرات الحادة والبشرة، يعني احتكاك مورا احتكاك احتكاك مورا احتكاك كيسبب سواد في هذيك المنطقة. تكلفة على حسب نوع على حسب نوع الشفرة. مثلا هادو اللي شريت انا فهم اقتصاديين، هادو ارخص حاجة في السوق. هادي علبة فيها خمسة، شريتها كنظن بعشرين درهم او اقل. كل واحدة كنستعملها تقريبا خمسة المرات. كاينين شفرات اخرين يعني ماركات معروفة اللي ممكن تستعمليها عدد مرات اكثر وكيكون ثمنها اغلى. كاين شفرات اللي كتغير اليوم فقط هذا الرأس، هذا كتحتفظي باليد. وكاين شفرات اخرى اللي كتغيري عفوا هاد الشفرة، يعني كتشري شفرة من بعد كتركبيها وكتغيريها. على العموم فهذه اقتصادية جدا جدا، غير انتبهوا انها تجرحكم، ضروري يكون عندها هذا الغطاء اللي كيحميها. ازاله الشعر فهي دقيقه جدا، كبير او صغير، الم ما كاين ابدا اي الم وسريعه جدا، ولكن المشكل ان الشعر كينمو بسرعه. على العموم كتبقى هذه هي الملجأ الاخير. لو ما كانش متوفر عندنا طرق ازاله الشعر السابقه، فضروري ضروري كنرجعوا للشفره، وضروري تكون عندنا. هذا فيما يخص شفرة الحلاقة. ننتقل الآن لا مازال ما كملت. بالنسبة لطريقة الاستعمال، الشفرة ممكن تستعملوها على الناشف، ممكن تستعملوها بالماء والصابون، يعني كندهنوا الجسم بالماء والصابون ومن بعد كنحلقوا. ممكن نستعملوها بمساعدة كريم إزالة الحلاقة، كيكون متوفر بكثرة عند الرجال لأنهم كيوضعوه على اللحية. او ممكن نستعملو زيت، يعني كاين بعض انواع الزيوت. بين قوسين كيقولوا انه لو ازلتي الشعر بعد قبل يعني باستعمال زيت معين فالشعر كيتاخر في النمو. كاين اللي كيستعمل الطالك، يعني على حسب كل وحده وشنو جربات. ما ننصحكمش تستعملوها الوجه، خليو هاد الشفرة الوجه وجوه الرجال، لأنه حنا عندنا شفرة خاصة بنا كنستعملوها للوجه. وهذه هي شفرات الحلاقة إزالة شعر الوجه بالنسبة للنساء. خليو الشفرة السابقة للرجال، وحنا عندنا هاد الشفرة. كتكون علبة بهاد الطريقة، كتحتوي على ثلاثة الشفرات، هذه في الأخضر في الأصفر في الوردي. متوفرة في أي مكان، في عند أي محل بيع المكياج. الناس كيستعملوها لسنوات طويلة. شريتها فقط مؤخرا قبل يومين، جربتها واعرة، فأنا غادي نوريكم. كتكون بهذه الطريقة، هذا الجزء بلاستيكي، وهنا كيكون عندها هذا الغطاء اللي كيحميها. هو صراحة كيحمينا حنا منها، هي اللي كتجرحنا ماشي حنا، هذا الغطاء هذا. ومن بعد هنا كنبقاو هاد، ف
كتكون فيها واحد الشفرة، نتمنى انها تكون واضحة في الفيديو. هي واحد الشفرة ولكن ماشي بحال الشفرة الاخرى، هذه مسننة كتكون فيها واحد السنينات. بالنسبة لطريقتها فهي جد سهلة، كنقوم بهذه الطريقة هذه. صراحة انا كنت متخوفة لما استعملتها اول مرة، ما عرفتش اصلا، مرة وقفتها مرة نعستها. الطريقة الصحيحة هي هذه، وكنمشي ببطء. صراحة غنخصص لكم فيديو غير يكبر الشعر هنا، ونخصص لكم فيديو عليها. ازالة الشعر كيكون ازالة الشعر على سطح الجلد، وبالتالي فهو كينمو. انا مازال ما كبر، ولكن الناس اللي جربوا كيقولوا بانه كياخذ واحد الوقت تقريبا اسبوع وكيكبر الشعر عادي، يعني ما كاين ابدا اي تغيير لا في الطول لا في السمك لا في اللون، يعني نفس الشعر. ممكن تستعملوها كذلك يوميا. اول مرة استعملتها حسيت باحمرار وتهيج، ولكن بعد ساعة صافي حسيت ببشرة عادية. كتقوم بإزالة الشعر وكذلك تقشير، لأنها كتزيل واحد الطبقة رقيقة من الشعر. الألم ما كاين أبدا أي ألم، سريعة في إزالة الشعر، ما محتاجينش تستعملوا أي حاجة، استعملوها على الناشف اقتصادية. هذا مثلا ممكن تستعمليه أكثر من مرة، والعلبة أصلا كتحتوي على 2. هذا فيما يخص شفرات إزالة الشعر الوجه. الآن ننتقل لطريقة أخرى. طريقة أخرى لإزالة الشعر خصوصا شعر الوجه هي باستعمال ماسك إزالة الشعر. هذا الماسك كان انتشر، يعني كان عمل واحد الانتشار عالمي. كان معروف بالماسك الأسود. هو في الاصل كان كيقوم بازاله النقط السوداء وكينظف يعني البشره، وكان ايضا كيقوم بازاله شعر الوجه. كان كيحتوي على واحد الماده يعني لاصقه قويه جدا، كي توضعي الماسك على الوجه وبعد كتقومي بجر، بصراحه ماشي بعنف وانما كتقومي بجر ببطء. هذا من شركه افون، كيقوم بنفس الطريقه. بما أن العبوة صغيرة وثمنه غالي، فأنا كنستعمل فقط في الأماكن اللي فيها الشعر أو الأماكن اللي فيها النقط السوداء، يعني فقط على الأنف وهنا وهنا، يعني فقط مناطق محددة ماشي الوجه كامل. وممكن تحضروه في المنزل. كانوا كيخلطوا ما بين اللصاق، يعني اللصاق اللي كنستعملوه في المدرسة، وكيضيفوا ليه الفحم. الفحم كيتباع في الصيدليات، او بكل بساطه كتاخدي فحم وطحنيه كيخلطوه مع بعضهم وكيوضعوه على البشره، ومن بعد كيجرو، وفعلا كيقوم بازاله الشعر الوجه الشعر الدقيق. الالم كاين الم، ماشي اي وحده ممكن تحمله. كيزيل الشعر من الجذور، وبالتالي الشعر كياخذ واحد المده قبل ما ينمو مرة أخرى. تكلفة فهو غالي، ولكن صراحة كتشريه وكيدوم عندك يعني مدة طويلة، ممكن تستعمليه أكثر من مرة. النصيحة استعملوه فقط للوجه أو المكان اللي فيه الشعر صغير جدا ورقيق. أماكن أخرى اللي فيها الشعر طويل أو كتير صراحة ما يصلحش ليها. ممكن تستعمليه فقط بنفسك، ما محتاجاش أبدا المساعدة. صراحة كياخذ وقت، ممكن كتوضعيه بسهولة، ولكن حتى ينشف فهو كمحتاج الوقت، ممكن ياخذ منك نصف ساعة. عاد من بعد ما تبغي تزيليه فهو أيضا كياخذ منك وقت، يعني كتزيلي جزء بجزء والدموع نازلين. هذا فيما يخص ماسك إزالة الشعر. ننتقل لطريقة أخرى. طريقة أخرى لإزالة الشعر هي باستعمال الخيط. هاد الطريقة أنا شخصيا يعني بنفسي عمري ما عملتها لنفسي، لأنني ما عرفتش، حاولت نتعلم ولكن صراحة جاني صعيب. فقمت باستعمال الخيط في الصالون، يعني جربته في الصالون. هو كيصلح الأماكن صغيرة والأماكن اللي فيها الشعر صغير ودقيق. مثلا الوجه، أغلبية كيستعملوه الوجه، الجبهة وهنايا في هاد الجهة اللي كتكون فيها بحال الحية. ما ننصحكمش تستعملوا شي مكان كبير. بالنسبة للألم
كاين صراحة واحد الألم ماشي أي شخص يتحمله، خصوصا الوجه، يعني كتحسي بأن الجلد كتطلع وترجع تطلع وترجع، يعني هذا هو الإحساس. الخيط ولكن هو سريع جدا، كيقوم بإزالة الشعر من الجذور، وبالتالي الشعر كياخد وقت طويل قبل النمو. التكلفة ما كنظنش أنه مكلف مقارنة مع المدة اللي كينمو بها الشعر من بعد، ومقارنة مع السرعة، فهو صراحة بالنسبة لي أنا شخصيا غير مكلف. مهما كنتي خبيرة فيه، من الأحسن يعني تزيلي الشعر، يعني شخص آخر اللي يساعدك اللي عنده خبرة في إزالة الشعر باستعمال الخيط. بعد إزالة الشعر غادي يكونوا تهيجات، غيكون احمرار، غيكونوا حبوب، غيكون حكة، غيكون ألم، هذا شيء عادي خصوصا في اليوم الأول. لو بغيتي، لو كانت عندك شي مناسبة وبغيتي تستعملي الخيط الوجه، من الأحسن تستعمليه يوم أو يومين قبل من المناسبة. هذا فيما يخص إزالة الشعر باستعمال الخيط. نمر الآن لطريقة أخرى، طريقة أخرى لإزالة الشعر، وهي طريقة شوية بنت لي غريبة وصراحة صعيب الواحد يصدقها لو ما جربهاش. أنا صراحة ما جربتهاش، ناوية إن شاء الله نشريها ونجربها، ولكن هاد الكلام اللي هنقول لكم عليها هو انطلاقا عن يعني تجارب ناس أخرين، وعن انطلاقا عن بحث في هاد الطريقة. الطريقة هي إسفنجة إزالة الشعر، هذه هي صورة الإسفنجة، ممكن تشريوها عن طريق المواقع الصينية متوفرة حاليا، مازال ما شفتهاش واش كاينة في الأسواق أو ما كايناش. هي عبارة عن إسفنجة عادية، كتحتوي على واحد الجهة، على واحد هو بحال الجلد، هو واحد الجزء ناعم كيكون في واحد الجهة باللون الأزرق، والجهة الأخرى كيكون باللون الوردي. بالنسبة لطريقة الاستعمال، عن طريق يعني كنقوم بعمل يعني مساج، يعني هذاك الجزء اللي هو ناعم، من خلال الاحتكاك ديالو مع الشعر فهو كيقوم بإزالة الشعر. صراحة الفيديوهات اللي شفت أنا فيديوهات ناجحة، ولكن جاتني شوية غريبة، قالوا انه ازاله الشعر كيكون من الجذور، ولكن ما كنظنش، مادام انه هو احتكاك ما بين الاسفنجه والبشره فهو كيأثر فقط على الجزء الشعره اللي خارج من الجلد، فكنظن انه ازاله الشعر كتكون سطحيه، وبالتالي فهو كينمو بسرعه. الالم لا يوجد اي الم، الكلفه اقتصاديه لانه ممكن تستعملوها اكثر من مره، ولكن ممكن كتوصل لواحد المرحلة ما كتبقاش صالحة للاستعمال، لأنه هذيك الطبقة الملونة ما كتغيرش، فهي ثابتة ولاصقة في الإسفنجة، ما كتاخدش وقت طويل، فقط ممكن يعني تعملوها في مساحة كبيرة، يعني تقوم بفركها أو حكها مع مساحة كبيرة، وبعد كتزيل الشعر. بالنسبة ممكن يعني تستعملوها بأنفسكم، ما محتاجينش لمساعدة شخص ما. وهذه الطريقة فهي كتفكرني في طريقة أخرى أيضا لإزالة الشعر، عندها نفس الفكرة ونفس المبدأ، وهي باستعمال ورق الصنفرة، وهذا هو شكل الأداة، أو نعم الأداة اللي كنستعملوها. كتكون فيها قطعتين بهذا اللون هذا وردي، قطعة كبيرة كندخلو فيها يدينا، هذه خاصة بالجسم أو بالمناطق الكبيرة، وقطعة صغيرة هذه فقط كندخلو فيها الأصبع، هذه خاصة بالمناطق الصغيرة. ومن الجهة الأخرى كنلصقو فيها واحد ورق صنفرة، يعني كيكون عنده واحد الوجه خشن، واحد الوجه كيكون فيه لصاق، كنلصقوه، كتجي معاه أكثر من قطعة. بعد ما كنسقو على هذيك المنطقة بنفس مبدأ إسفنجة إزالة الشعر، يعني كنقومو بحركات دائرية على هذه المنطقة، هذه كنظن أنها منطقية، لأنه كيكون احتكاك وهذيك الورقة كتكون خشنة، أما لو كانت ناعمة صراحة مازال عندي فيها الشك، يعني حتى نجربها.
بالنسبة لهذه الطريقة كنظن أنه كثرة الاحتكاك مع البشرة ممكن تسبب جروح، ممكن تسبب خشونة في البشرة، والشعر فهو يعني كيمشي فقط، كنقوم بإزالة الشعر فقط عن سطح الجلد، ماشي طريقة يعني ماشي من الداخل. ما كنظنش أنها طريقة اقتصادية، يعني إزالة الشعر بالصنفرة، لأن الورقة كنظن أنها كتستعمليها مرة واحدة. اللي زوين فيها كنظن أنها كتصلح للتقشير، يعني بالنسبة لي أنا كنظن أنها حاجة مزيانة للتقشير. إزالة الشعر كيقولوا أنها إزالة دقيقة، يعني كتقوم بإزالة جميع الشعر. ما نصحكمش تستعملوها لبشرة الوجه، من الأحسن المناطق الأخرى اللي ما كتكونش فيهم كتكونش فيها البشرة يعني رقيقة أو حساسة أو كتأثر بسرعة. الوقت ما كتاخدش منك وقت، يعني بيني وبين شوية، ماشي سريعة جدا يعني في لحظات، وفي نفس الوقت ماشي طويلة. الألم ما كاينش حتى شي ألم، ولكن نمو الشعر فهو كيكون أو كينمو بسرعة. هاد الطريقة اللي أنا ذكرت أنا ما جربتهاش، ولكن من خلال المعلومات اللي بحثت عنها. طريقة أخرى هي ما متوفرش عندي ولكن قريبة نوعا ما من كريم إزالة الشعر، وهي استعمال الرغوة أو البخاخ، أيضا كيكون يعني في قنينات، كترشيه على المكان اللي فيه الجلد، عفوا اللي في وين على فيه الجلد إزالة الجلد، المكان اللي فيه الشعر، ومن بعد كتمسحي أو كتغسلي، يعني على حسب كل بخاخ أو كل رغوة. بالنسبة لإزالة الشعر كيقوم بإزالة الشعر على سطح الجلد، بالتالي فهو كينمو بسرعة. التكلفة كنظن أنها مكلفة شوية، يعني أي حاجة داخلة فيها المواد الكيماوية كتكون غالية، أي حاجة آلة كتكون أغلى منها، أي حاجة داخلة فيها مواد طبيعية ورخيصة مثلا حلاوة كتكون أرخص. بالنسبة للوقت ما كتاخدش وقت طويل، الألم ما كاينش أبدا أي ألم. كنصحكم تستعملوها في المناطق اللي هي كبيرة، مثلا رجلين، يدين، يعني الجسم بالكامل. من الأحسن تجنب المنطقة الحساسة والوجه، أي حاجة فيها مواد كيماوية من الأحسن تجنبوا استعمالها لهذه المناطق هذه. هذا فيما يخص البخاخ أو رغوة إزالة الشعر. ننتقل لطريقة أخرى، طريقة أخرى أو ما نسميها بالنابض، كيقوم بنفس طريقة الخيط، كيتستعمل أغلبية كيستعملوه أو هو أصلا خاص بشعر الوجه، كيكون على شكل سلك ملتوي كيتسمى نابض. في الجوانب يعني في الأطراف كيكون واحد القطع بلاستيكية مناش كنشدوه، ومن بعد كنوضعوه على البشرة، كنفتحوا هذيك الأسلاك، كتدخل الشعيرات الصغيرة، ومن بعد كنقوموا بواحد الحركة أننا كنسدو هذيك الأسلاك على الشعرة، ومن بعد كنجروها، كتنتف الشعرة من الجذور. كاين صراحة ألم خصوصا في البداية، يعني دائما أي حاجة فيها ألم في البداية غتحسوا بواحد الألم اللي هو مضاعف، يعني فقط مسألة تعود. بالنسبة للكلفة فهي رخيصة، لأنه أولا ثمن رخيص، ثانيا كيدوم عندكم مدة طويلة، يعني فقط حافظوا عليه، ما تستعملوش يعني ما تقربوش من الماء، ما تقربوش من العطور، خليوه يبقى يعني حديدة ناشفة، يعني لما كيتصدى أو كيتغير اللون من بعد فكيكون غير صالح للاستعمال. كنستعملوه على فقط على المناطق الصغيرة، ممكن تستعمليه بنفسك. هذه بالنسبة للفتيات اللي كيفضلوا الخيط ولكن عندهم صعوبة في استعمال الخيط، نصحهم أنهم يستعملوا النابض. بالنسبة لنمو الشعر كينمو ببطء، يعني كياخد واحد الوقت، وكينمو تقريبا نفس الشعر، ما كيتغير لا في الطول لا في السمك ولا في اللون. طريقة أخرى وهي عبارة عن الخلطات الطبيعية،
كيقولوا انه كاين بعض الخلطات الطبيعيه اللي كتقوم بازاله الشعر بصفه نهائيه. انا شخصيا ما كنصدقش هذا الكلام، لانه حتى لو كان يعني كان صحيح ما كنظنش هيعطي واحد النتيجه. يعني لو كاينين خلطات طبيعيه كيقوموا بهذه النتيجه، صراحه ما محتاجينش الناس يكتشفوا او يخترعوا مواد لازاله الشعر. كاينه واحد الطريقه كنتذكر انني جربتها يعني قبل شي 6 سنوات 7 سنوات، يعني قبل ما نفتح القناه. الطريقه هي باستخدام رماد، يعني هذاك الرماد اللي كيكون في الفحم، من بعد ما كيتشعل الفحم كيتحول لواحد رماد. هذاك الرماد كناخدوه وكنقومو بعمل مساج للمكان اللي فيه الشعر، حركات دائرية. صراحة كياخد واحد الوقت، يعني تقريبا 2 أو 3 دقائق فقط في هذه المنطقة، في واحد المنطقة فيها 4 سنتيم على 4 سنتيم. ومن بعد كنبداو نجرو الشعر، وكيتجر الشعر من الجذور. صراحة جربتها وفعلا طلع الشعر، ولكن واش الرماد عنده علاقة بالموضوع او فقط هذيك عملية الاحتكاك؟ لانه الاحتكاك يقوم بإزالة الشعر فعلا، هذه كاينة انا مصدقها، ولكن الاحتكاك او الرماد صراحة ما عرفتش. حتى لو كانت طريقة صحيحة، فشحال ديال الرماد محتاجين وشحال ديال الوقت لإزالة فقط شعر اليدين مثلا؟ صراحة الخلطة انا ما كنصحش بانكم تغامروا بها، لان نسبة نجاحها ضئيلة جدا. كاينين مواد اخرى ممكن نستعملوها، فلماذا نضيع الوقت ونضيع الجهد في حاجة اللي ممكن ما تنجحش؟ طريقة اخرى صراحة من المفروض انني نذكرها مع الطرق اللي سبق لي وذكرت في الاول، ولكن هي ما متوفرش عندي، فبالتالي انا غنتكلم لكم فقط عن طريق المعلومات اللي جمعت. هي ازالة الشعر باستعمال الماكينة او الآلة، آلة ازالة الشعر. كاينين آلات اللي كيقوموا بازالة الشعر، هذه كيستعملوها بكثرة الرجال، لحلق الشعر او حلق الذقن. هذه كتقوم بازالة الشعر على سطح الجلد، هذه ما غنتكلموش عليها، ولو انهم ايضا كيتعتبروا من بين آلات او ماكينات ازالة الشعر. احنا غنتكلموا على الآلة اللي كيستعملوها النساء. بالنسبة للثمن فهو كيكون غالي، كل ما زاد الثمن كل ما كتكون هذيك الماكينة كتعطيك يعني نتيجة مرضية اكثر وكتبقى عندك مدة طويلة. كاينين اللي كيشتغلوا بالبطارية، وكاين اللي كيشتغلوا يعني بالشاحن، من بعد ما يعني كتوصليهم بالكهرباء. الانواع كاينين انواع كثيرة. اللي كيميز آلات إزالة الشعر أنه كتحكمي في الرؤوس، يعني الرؤوس كاين الرؤوس اللي خاصة بالمناطق الكبيرة، وكاين الرؤوس اللي خاصة بالمناطق الصغيرة. حاجة أخرى كتحكمي بدرجة الدوران، لأن طريقة اشتغال الماكينة يعني كتقوم بحركة دائرية. كتفكرني بهاد هي، يعني كتكون بهذا الشكل. هذا الماكينه كتوفر على واحد الراس بهذا الشكل، وهذا الراس كيكون فيه سنينات حديديه. بعد ما كنشغلوا الماكينه، هذا الراس كيقوم يعني كيدور، ممكن تحكمي يعني بطيء متوسط او سريع. هاد الاسنان او هاد الشفرات اللي كتكون هنا، بعد ما كنمرروهم على الجلد فالشعيرات كتدخل ما بين هذيك الاسنان، وبالتالي فهو كينتف الزغبه من الجذور. هذه هي طريقه استخدام آلات ازاله الشعر. بالنسبه للالم، خصوصا لو كانت اول، هذه صافي نحطها، خصوصا لو كانت اول تجربه، فعلا كاين الم، ولكن كيكونوا بعض النصائح او بعض التقنيات. مثلا توضعي الماء بارد او الثلج على المنطقه قبل ازاله الشعر، او بعض الخلطات او بعض الزيوت او بعض الكريمات من بعد ازاله الشعر. الماكينه على حسب نوعها، ممكن تستعمليها على الناشف وممكن تستعمليها تحت الماء. بالنسبه لمده ازاله، مده ظهور الشعر كيظهر على مده طويله، ممكن تستخدميها بنفسك من غير ما تحتاجي المساعده. وكنظن ان هذه كتبقى هديه افضل طريقه،
يعني سريعة، كتزيل الشعر من الجذور، وممكن تقومي بها بنفسك، وكذلك كدوم يعني ممكن تكون اقتصادية لأنها كدوم عندك سنين طبيعة الحال لو حافظتي عليها. آخر طريقة غنتكلم عليها، واللي هذه صراحة جميع الفتيات كيتمنوا أنهم يقوموا بهذه الطريقة، هي إزالة الشعر باستعمال الليزر. هذه الطريقة كتقوم بإزالة الشعر بصفة نهائية لأنها كتقتل جذور الشعر، وبالتالي الشعر ما كينموش مرة أخرى. هذه الطريقة أنصحكم تقوموا بها عند عيادات خاصة، عند طبيب خاص اللي يعني درس التجميل أو درس يكون تخصص الجلد. صراحة ما عرفتش التخصص اللي كيدرسوا، ولكن تكون عند عيادة ماشي عند صالون، كاين فرق. هذه الطريقة فهي مكلفة جدا على حسب المنطقة، مثلا الجسم كله أو فقط بعض المناطق، كتكون على حصص مثلا. المهم الطبيب هو اللي كيحدد عدد الحصص اللي كافية من خلال يعني المساحة اللي غيزيل منها الشعر. بالنسبة للألم، كيكون واحد الألم خلال العلاج، خلال الحصص كيكون واحد الألم نوعا ما بسيط، ولكن ممكن تحمله. كيقوم بإزالة الشعر بطريقة دقيقة، كياخد وقت طويل، حصص يعني كديري حصة ومن بعد كتمشي واحد المدة، وكيحدد لك مواعيد الحصة الأخرى، ومن بعد كتجي على حسب الحصص. ومن بعد الشعر كيبدأ يتساقط لأنه كيقتل بصيلات الشعر. الحصة الأولى ما كتلاحظي والو، الشعر مازال في مكانه. الحصة الثانية من بعد بعض الحصص كيبدأ الشعر كيتساقط بوحده، ومن بعد ما كيرجعش ينمو. واحد المعلومة سمعتها من وحدة اللي هي جربت هاد إزالة الشعر باستعمال الليزر، قالت أنه كل ما كان لون الشعر داكن كل ما كتكون العملية ناجحة. أما داك الشعيرات اللي كيكون لونها أشقر، لونها كاشف، هذيك ما كيأثرش فيها الليزر. صراحة ما عرفتش هذه المعلومة واش صحيحة، أنا ما بغيتش نكتر عليكم المعلومات أو نعطيكم شي معلومات اللي أنا ما مجربها شخصيا. هنا وضحت لكم فقط طرق إزالة الشعر، وكل واحدة كتشوف الطريقة اللي كتناسبها. الطرق اللي أنا جربتهم وريتهم ودعوهم هنا، وريت لكم الطرق اللي أنا مجربها شخصيا، الطرق اللي سمعت عليها معلومات ومن خلال الناس جربوها، أيضا تكلمت لكم عليها. ما قدرش ندخل في التفاصيل بدقة في شي حاجة اللي أنا ما جربتهاش. والآن وصلنا لنهاية الفيديو، ولو أنه كان طويل صراحة كان طويل طويل بالنسبة لي أنا خلال التصوير، ودابا مازال كنفكر في المونتاج. صراحة غادي نحتاج ليلة كلها أو يوم كامل. نتمنى تكونوا استفدتوا بزاف من هذا الفيديو. بالنسبة لباقي الطرق اللي وعدتكم أنني غادي نخصص كل فيديو لطريقة، فانتظروني قريبا، كنتسنى غير الشعر يكبر، وغادي نخصص لكم فيديو لكل طريقة. أشكركم جدا على المتابعة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وكتابة التعليق. انتظروني في الفيديو القادم، إلى اللقاء.